على الصورة حكام المباراة، الحكم السيد أعراب عبد الرزاق مع القائد كداد من جانب المنتخب الجزائري إسامة مبوكوجو قائد منتخب الكونغو الديمقراطية. هيا تشكيلة المنتخب الضيف الكونغو الديمقراطية. هيرفي في حراسة المرمى، إسامة جو رقم 2، بوكا إساكا رقم 3، يوكو بيتر 5، ليتا جانسي رقم 28، 27 ميكا ميتشي رقم 12، موتو بيتر 19، أدان أونزالي رقم 10، ليزونكا غلودي 11، نجيبين مارسيال، وقلب الهجوم بلاكي اي تي بي نجوما اوتيس يدرب منتخب الكونغو الديمقراطيه الجزائر. بيغندوز في حراسه المرمى، بالخيثر خليف، بالعيد كداد القائد، دراوي قندوسي، ميرازيق بن سايح، بن حموده، بن بوعلي، مجيد بوقره مدرب المنتخب الجزائري المحلي. طبعا غير تقريبا كل شيء بالمقارنه المنتصف، وننتظر صافرة البداية لهذه المباراة. فقط ميرازيق من جانب المنتخب الجزائري، ضربة البداية الآن، ميرازيق بالعيد حسب الأخبار، بالعيد مطلوب في أندية من الدرجة الثانية في أندية فرنسية. بالعيد يلعب كرة طويلة، يعتمد كثيرا المنتخب المحلي على هذه الكرات. هاي لا داخل منطقة العمليات، خروج، محاولة من هناك، يا سلام، أول أهداف المباراة. يتمكن بن سايح من الوصول إلى الشباك في الدقيقة العاشرة، خطأ من الدفاع، بعد ذلك تمريرة وحاسمة. بن سايح في الانتظار وبرأسية مباشرة في شباك الحارس، سيرفي، فرحة الأنصار من مختلف الأعمار وحتى من السيدات الحاضرات اليوم فوق مدرجات ملعب 5 جويلية. سنشاهد، هيا الكرة، خروج غير موفق تماما للحارس. بن حمودة يقدم هدية كبيرة وجميلة، بن سايح يتابع وبالرأس يضع الكرة أمامه مباشرة في شباك الحارس هيرفي، واحد مقابل لا شيء. بالعيد الكرات المنتخب الجزائري هي هذه، يلعب بهذه الطريقة، بامبو العيد داخل منطقة العمليات، سقوط، هناك، نعم، هناك ركلة جزاء بإشارة من حكم المباراة لمصلحة خليف المنطلق على الجهة اليسرى، تجاوز للدفاع، والحكم السيد أعراب يشير إلى ركلة الجزاء واحتجاج من عناصر منتخب الكونغو. سنشاهد، هيا أمامكم، تفضلوا، خليف، التدخل من قائد، ركلة جزاء للمنتخب الجزائري بعد عرقلة داخل منطقة العمليات. هيلا، والثاني للمنتخب الجزائري المحلي، بلال بن حمودة يرسم الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في الدقيقة 13 دقيقة. النتيجة 2 مقابلة لا شيء، رغم أن الحارس قرأ الكرة وراح في الاتجاه الصحيح، لكن كانت أرضية زاحفة صعبة، لم يتمكن هيرفي من الوصول إلى الكرة الركنية. على مرتين للقائد إسامة داخل منطقة العمليات، والحارس صعبة، الحارس قندوز في مكان مناسب بالرأس، كداد يحاول ولكن استلم بالعيد، الحذر مطلوب في هذه الكرة، عودة موفقة من بالعيد، يتمكن ويوصل فوق، واضح تدخل، التدخل كان واحد، محاولة، ميتشي يغير في الوسط، يحاول التسديد من بعيد، أرضية جانبية، بن حمودة في الوسط يستلم من جديد، بيتر ينتظر في العمق، ثلاثية من هناك على الجهة اليسرى،
يوصل الكرة مباشرة لكلودي داخل منطقة العمليات، صعبة خطيرة وفوقها أدان الأسبقية في هذه الكرة العالية. صحيح كانت هائلة الكرة من كلودي المنافس حذاري من تضييع الكرات على هذا المستوى. هاي كرة خاطئة من بلايد لمنتخب الكونغو، محاولة بيتر يسدد بقوة. كلودي ليزونكا، كلودي لعب فيتا كلاب. هاي الكرة الجزائرية المتابعة، يا سلام بقوة كبيرة والعارس من جديد الكرة الثانية والدفاع خرج لم يتمكن من التصدي. كانت الكرة والتوزيع متفقون عليها مثل هذه الكرات طويلة بالرأس من مدافعين، خطأ حذري هناك، دربك والدفاع يخرج، خطأ يقول الحكم ولمسة يد ومخالفة للمنتخب الكونغولي. يطالبون بماذا؟ هيا الكرة سوء التفاهم في الحقيقة في هذه الكرة بين الدفاع المنتخب الجزائري بلعيد وكذلك خليف. صافرة الحكم المباراة السيد أعراب تعلن عن نهاية المرحلة الأولى بتقدم المنتخب الجزائري بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، سجل بن سايح في الدقيقة العاشرة. بداية من شهر سبتمبر مثلما صرح وقال الناخب، كرة سوء تفاهم، خروج الحارس وبعد ذلك المدافع إيكويو بيتر يخرج الكرة. تراوي في الوسط كونغوليا، محاولة للانطلاق، بوكا يحاول يوصل الكرة داخل منطقة العمليات، صعبة ولكن جانبية. الكرة الخطيرة في الشوط الثاني لمصلحة الكونغو، البديل والخطير مايومبا عبيد، الكرة جانبية إلى ضربة مرمى للحارس والأسبقية على كداد، توزيع العرضية من بوكا ولكن بالخطأ، رمي التماس أكثر مرة واحدة أمام نيوزيلندا منتخب البحرين. هيا بالخطر داخل منطقة العمليات بالراس، يا سلام بالراس في الشباك بن بوعلي لمصلحة المنتخب الجزائري. انتظر بن بوعلي في الكرة اللازمة وفي اللقطة اللازمة وفي الدقيقة 67 يتمكن من التفوق على الدفاع وبرأسية يسكن الكرة في الشباك رغم محاولة الحارس جاكسون للوصول بالكرة وإنقاذ مرماه والتصدي ولكن كانت قوية. الهدف الثالث هي من بالخيطر، قوة كبيرة برأس، الارتقاء الجيد والضربة القوية، التحضير بدأ من رمية التماس بالخيطر مضبوطة مضبوطة في الرأس في القائم وبعد ذلك القائم ولكن الكرة مباشرة وصلت إلى الشباك. تعلن عن الهدف الثالث هو التحضير برمية التماس، بعد ذلك دراوي يحضر لبالخيطر في توزيعة عرضية مثالية، المتابعة بالرأس من بن بوعلي الهداف. اوتيس نكوما مدرب الكونغو يقول قبل المباراة لدينا هو بن بوعلي برأسية قوية.